السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي إذاعة يوفام، حياكم الله في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج دبل كليك. معكم أخوكم طارق الجاسر، وفي كل أسبوع نجيكم بالأخبار الجديدة في الأسواق العالمية وفي عالم التكنولوجيا والرقمنة والتقنية والاتصالات، كلها إن شاء الله راح نطرحها خلال هذه الساعة، وإن شاء الله كثير منكم ينتظر يسمع الأخبار الرائعة. طبعا محبي الفيديو جيمينج راح نتكلم عن الألعاب، اليوم معنا نينتندو السعودية، وبنتكلم أيضا لمحبي الجيمينج عن طريق الجوال ما هي الألعاب القادمة أو اللي راح تكون متوفرة قريبا في الأسواق. وأحب أذكركم وأنبهكم على نقطة مهمة جدا، الآن إحنا في إذاعة UFM صرنا نبث عن طريق حساب الإذاعة على تويتر، وصرنا نبث أيضا على اليوتيوب، فاللي حاب يتفرج على فيديو يقدر يدخل على البريسكوب، موجودين احنا على حساب الإذاعة at UFM radio، أو اكتبوا إذاعة UFM. هذا أنا جالس أشوف نفسي الحين على التويتر. وعلى فكرة اليوم أنا جايب أيضا، راح يكون معي ضيف وجايب أيضا منتج راح أستعرضه، فاللي بيشاهدون عن طريق التويتر هم اللي يعني ممكن بيحالفهم الحظ أكثر من ناحية مشاهدة المنتج. وبنفس الوقت بحاول أيضا أشرح لمستمعينا في الإذاعة، لأنه الجميع عندنا مهم، وإن شاء الله توصل رسالتنا للكل. طيب اللي حاب يتواصل معنا ممكن عن طريق حساب الإذاعة at UFM radio، أو اكتبوا في بحث التويتر إذاعة UFM، بالإضافة ممكن عن طريق قناتنا على اليوتيوب UFM KSA، أو اكتبوا إذاعة UFM. وحياكم الله في دبل كليك مع أخوكم طارق الجاسر. الدنيا هذه معلومة حلوة تيجي مفهومة، الدنيا هذه معلومة حلوة تيجي مفهومة. دبل كليك دبل كليك، طريقة سهلة ومرسومة. دبل كليك دبل كليك، طريقة سهلة ومرسومة. الدنيا هذه معلومة حلوة تيجي مفهومة. دبل كليك دبل كليك، طريقة سهلة ومرسومة. دبل كليك دبل كليك، طريقة سهلة ومرسومة. يلا من البداية خلونا نتكلم عن طبعا التوقعات في الأجهزة القادمة. أبشركم ما أمدانا يعني نسمع عن الآيفون 12، وإلى الآن ما راحت موضته إلا بدأت تظهر لنا تسريبات عن الآيفون 13. ما أدري يصرع الدنيا ولا وش الوضع، ولا يعني مرة بدأت تظهر الآن بعض التسريبات أنه في آيفون 13 وراح يكون بعدة ألوان، وأيضا في تحسينات في المواصفات، بالإضافة راح يكون في بصمة على الشاشة. وموضوع البصمة خصوصا مع الماسكز اللي نلبسها والكمامة صار مختلف جدا، صار مختلف، أصبح الآن الواحد يعني في بصمة الوجه
يجد صعوبة في فتح قفل الجهاز أو قفل الشاشة، ودائما يطلب الرمز السري الرمز السري، والحين احنا تعودنا على البصمة. طيب فهذه من بعض التسريبات اللي ظهرت. ظهرت أيضا بعض التسريبات تتكلم عن هواتف سامسونج القادمة، راح يكون فيه هاتف جالكسي زي فولد الإصدار الثالث، بالإضافة أنه احتمال راح يكون فيه أيضا النوت أو جالكسي نوت. يعني كان في بعض الأخبار وبعض، طالما صار عندكم الهاتف الجالكسي زي فولد اللي ينفتح زي الكتاب وما شاء الله توصل شاشته أكثر من 7 إنش، يعني يصير كأنه تابلت، وإذا سكرناه رجع كأنه جوال. فقالوا لهم خلاص أنتوا يعني استغنوا عن النوت بما أنه عندكم زي فولد، وطلعت بعض التسريبات والشائعات أنهم راح يستغنون، فهم قالوا لا راح نطلع النوت في هذا العام والعام القادم، وما ذكروا يعني هل بيستمر دوما أو لا. فيعني هذا يعتبر كتأكيد ضمني أنه إحنا في عام 2020 سي نوت، وهذا موضوع يعني خطوة ممكن تكون جريئة جدا، لأنه الجالكسي نوت أكيد له أشخاص محبين واعتادوا على استخدام هذا الجهاز، فيجون الشركة يقولون خلاص قفلنا روحوا حولوا على الزي فولد 3، بالإضافة أنه سعره أعلى بتقريبا 3000 ريال أو 4000، فهنا بيكون في مفارقة كبيرة بالنسبة لي المستهلك طبعا أو بعض المستهلكين. طيب عندنا الآن بعض الأخبار، خلونا ننتقل لخبر آخر. أيضا سامسونج تتعاون مع ماستر كارد لتطوير بطاقة دفع ببصمة الأصبع، يعني تحط بطاقة الدفع عند الجهاز، لازم يكون أصبعك على البطاقة تأخذ بصمتك وتدفع. موضوع آخر مهم أنه سامسونج بتتوجه إلى الدفع الرقمي أو الدفع النقدي الإلكتروني زي اللي الآن جالسة تسويه شركات أبل، شركات كثيرة عندنا STC Pay، شركات كثيرة الآن تتوجه لهذا الموضوع لأنه يعتبر من حلول الاتصالات وأيضا يسهل من ممارسات حياتنا. احتمال كبير في المستقبل نلاقي أنه البنوك تتحالف مع شركات تقنية حتى تطور تجربة المستخدم في الشراء وفي المدفوعات. عندنا فاصل يقولنا ماجد، فاصل قصير وبعدها نرجع لكم، لا تروحون بعيد. يا اخي لو سمحت ابغالي عطر. ايش رايك تجرب عطر الليمون الاخضر مع رذاذ الفلفل الاحمر؟ وش هذا برياني؟ ريح بالك من الفلسفه، دخون يجيبها لك من الاخر. اللي يعرف هالصوت ما يشيل هم الاكل. اغتنم فرصة تخفيضات مفروشات العمر واللي تصل حتى 50% على أحدث موديلات 2021 في معارضنا والموقع الإلكتروني مفروشات العمر لراحتك. صخب يعني بريمير ليج، عراقة يعني كالتشيو، متعة يعني ليغا. مستحيل أكيد مو ألماني. أخبار وتفاصيل ومعلومات أكثر عن الكرة في القارة العجوز يلا أوروبا، يوميا ما عدا الاثنين والثلاثاء عند 17:00 مع حمود الإبراهيم، برعاية عنوان القهوة، لا شيء يضاهي كوبا من القهوة. تويتر، كل جديد وحصري @UFMRadio. دبل كليك دبل كليك.
ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل. عندي لكم مفاجأة أيضا، بناخذ اتصال صوتي ومرئي أيضا مع مدير نينتندو السعودية سلطان الشهيل. طبعا سلطان صديق للبرنامج وأيضا نينتندو السعودية، وتذكرون سابقا وزعنا كثير من الهدايا. اليوم بنتكلم، وهذه الفقرة يعني بتعجب كثير من الأسر، خصوصا لمستخدمي جهاز العائلة سابقا. تذكرون جهاز العائلة يوم صغار، وتكفى يبا إذا نجحت جيب لي، وما أدري كم كان سعر، الظهر 600 أو 400 ريال، فيجيبون لك إياه وتلعب سوبر ماريو. طبعا سوبر مات شخصية سوبر ماريو. فبنتكلم عن النينتندو سويتش، تحدثنا سابقا، لكن مع الجائحة الآن ومع التباعد والأسرة تبقى في المنزل، قلنا خلنا نتكلم عن النينتندو سويتش وتجربة اللعب فيه، كيف الأسرة تستمتع في هذا الجهاز، وش أحدث المميزات. طبعا اللي يبغى يشوف الاتصال المرئي يدخل على حساب الإذاعة على تويتر @UFMRadio أو على اليوتيوب، وراح يحصل البث. إحنا موجودين الآن، وأيضا بناخذ اتصال سلطان. حياك الله يا سلطان. الله يحييك أخوي طارق، أحب أمسي عليك وعلى المستمعين الكرام. يمسيك بالنور والسرور. بشرونا كيف؟ أنا أقطع كلامك، أنت ذكرت كمبيوتر العائلة واللي يعود تاريخ إنتاجه وصنعه العام 1983، فيعني 38 سنة تقريبا. نتكلم الآن مع جيل السبعينات، بداية جيل الثمانينات، وهم اللي يعني كانوا هم اللي عارفين الجهاز الأحمر وأبيض. نعم. وش اسمه هو، ترى أشوفه يبيعونه الحين ذا الجهاز، أنتم ما زلتوا تبيعونه؟ هو موجود، لكن الآن يعني صار في مدخل منفذ HDMI وتطور. نعم، هذا اللي هو الجيم ووتش. طبعاً أقصد نفسه الألعاب اللي كانت موجودة في الفاميلي كمبيوتر، أي الآن تم تحديثها في جهاز HD، جهاز محمول يعني بحجم كف اليد، تقدر تلعب فيه نفس الألعاب القديمة بطراز حديث. الله الله، هذا يا سلام. طيب يا ماجد، ايش رايك ان نبغى نشوف الأجهزة؟ خلنا نتفرج على سلطان، فورنا يا سلطان طبعا الجهاز السويتش وتجربته، وخلى الناس اللي عندنا في تويتر او اليوتيوب بعد يتفرجون، ونبي نشرح عشان حتى مستمعين اللي في السيارات او كذا. هذا هو هذا الجهاز انت تورينا، حلو هذا هو. اي نعم، طبعا اخوي طارق، احنا في السابق تكلمت انا وانت في المداخلات السابقه بانه ايش اللي يميز جهاز نينتندو سويتش عن الأجهزة الباقية؟ احنا لازم نعرف، احنا دائما كان شعارنا play anywhere anytime with anyone. فالمتلقي لما يسمع العبارة هذه ما توصل له فكرة play anywhere anywhere anytime with anyone. طبعا الآن يعني كمثال الأخوان اللي يتابعونا عن طريق البث، الجهاز الآن موجود في يدي. هو الآن طبعا هذا لعبة ماريو كارت، وهي أكثر لعبة حققت مبيعات نينتندو من عام تقريبا نهاية 2017 بداية 2018 إلى 2020، تم بيع 83 مليون نسخة لعبة ماريو كارت. ما شاء الله. بس خلنا أتكلم عن نقطة، أنه الجهاز الحين طبعا تقدر تفك اليدين تبعه. إحنا, احنا 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 الان وتخليه على قاعدة وضعية. حلو حلو. احنا الان الحين راح ناخذه على اكثر من وضعية. الحين وضعية اللي anywhere anytime اي نعم. انت الان مثلا والله طالع انت والاهل طالعين مول، طالعين حديقة سيارة الابناء، في الطيران، ولو احنا الان ما نقدر يعني نسافر بسبب الجائحة. لا تدري انا قد امسي عليهم، فيصل السيف واحمد المصطفى وعبد الله غفيس، كنا نلعب بالطائره بالنينتندو سويتش هذا. الرحله كانت طويله وانبسطنا والله. انا ممتع، هو الامانه متعتف انه مشاركة تقدر تاخذه معاك اينما كنت، وانه مشاركه طبعا اخوي طارق. ما نبغى ننسى، بما انه احنا قاعدين نتكلم في عالم الجيم والالعاب،
ذكرنا جائحة كورونا، يعني للأمانة كلمة حق لازم يعني نبذلها لأخواننا في أبطال الصحة. نعم. على المجهود الكبير وجميع القطاعات الحكومية، ولا ننسى الشكر الجزيل للحكومة على ما قدموه من نعمة في أمن وأمان وازدهار في الاقتصاد رغم تعثر أغلب الدول اقتصاديا. نعم. نعم. فهذه نعمة ولله الحمد، دائما نقول الحمد لله أني سعودي. أيوة والله نرجع الحمد الآن لله. أيوة والله نرجع الآن على اللعبة. طبعا الآن أنا قاعد ألعب الجهاز على أنه محمول في يدك. أي نعم في يدك، أنت قاعد تلعب الآن، حتبدأ اللعبة، حنوريكم بس لقطة منها وبعدها حنحول الجهاز من محمول أنه أنا الآن مثلا أنا الآن والله برا البيت قاعد ألعب الجهاز في يدي، برجع البيت أبغى على التي في. أي فأبغى ألعب على التي في. طبعا الآن اللعبة حتبدأ، حنبدأ طبعا لازم تعرف لازم نختار ماريو. هذه اللعبة الآن أنا جالس ألعب واللعبة على وضعية المحمول، الجهاز على وضعية المحمول. الآن أنا أبغى أشبكه أغير إلى على وضعية التي في. حلو. إذا أنت بتلعب أنت وشخص تحطه على أو إذا تبغى على التلفزيون. نعم. أو حتى أيوة أو أنت لو تبغى تلعب على التي في يعني طبعا، والإيموشن جدا عالي في جهاز السويتش. يعني الحين شبكت على القاعدة. إيه نعم. الله. الآن أنا شبكت على القاعدة وجالس ألعب وأنا قاعد ألعب على التي في. فهذه ميزة يعني خاصة في سويتش، انه انت تقدر تلعبها بمحمول، تقدر تلعبها في البيت على التي في، تبغى تلعبها في اي مكان حتلاقي الجهاز الموجود معك. الله ماريو دنيا. اي نعم اي دنيا. انا اقول لك الان الجيل الثمانينات السبعينات حيحنون على الالعاب مرة مرة. حتى لا انا بوريهم بعد الجهاز اللي معي اللي الان معك. هذا ممكن هذا الأطلال. إيه لا لا الجهاز اللي معاك هذا لازم تكون الموسيقى شغالة. نعم. لأن الموسيقى حتحل لأن ما ينفع حتحرك مشاعر ناس كثيرة. طيب. طبعا أخوي طارق. أي. إحنا لازم يعني ما نغفل عن جانب اللي هو دائما ما يكون تركيز نينتندو عليه. يعني حتى في إصدار أول جهاز لها إيش كان اسمه أخوي طارق؟ فاميلي. الفاميلي كمبيوتر. أيه كمبيوتر العائلة. أبوك في الجنة. فدائما ما تلاقي نينتندو تحرص على أنه منتجاتها تكون مناسبة لجميع الأعمار. يعني يلعب الأب، تلعب الأم، يلعبون الأطفال، ألعاب دائما ما يكون فيها طابع اجتماعي، إضافة إلى ذلك طابع رياضي، فيها حركة. يعني خصوصا أنه الآن وأنا أخوك الموجود عندنا، يعني لما نشوف إغلاق الأندية الرياضية في أكثر من لعبة عندنا، أنت تقدر تمارس لعبة رياضة مقدمينها لك على لعبة. أذكر قد جربت التنس حقة لعبة التنس الأرض. التنس الأرضي أنا شخصيا صراحة تحتاج لياقة وتمرين. أتوقع الألعاب اللي زي كذا، لأنه أنا بشرح للمستمعين وأيضا اللي المشاهدين اللي معنا على تويتر واليوتيوب، اللعبة أن تمسك اليد بنفس اليد تحطها لحالها كذا بيدك، كأنك ماسك ريموت كنترول ولا جوالك وتلعب فيه كأنه مضرب. أينا. فتضرب الكورة وتجيك الكورة وتضربها، فبيحس الواحد بعد 3 دقائق 4 دقائق من اللعب أنه بدأ عنده سرعة نبض القلب، بدأ التعرق، بدأ الإجهاد، يبين أنه في مجهود جالس أنت تمارسه أو رياضة جالس تمارسها. وش الألعاب أو نقول اللي ممكن هي تكون تستخدم في التمارين أيضا؟ يعني الحين طبعاً مع التباعد وكثير من الأشخاص يبغى يتمرن ويحافظ على لياقته وكذا، وش ممكن في ألعاب تنصح فيها؟ طبعا شوف الآن يعني ممكن الأخوان اللي يتابعونا عن طريق البث واضح لهم الألعاب اللي موجودة. طبعا من أكثر الألعاب اللي فيها حركة ورياضة اللي هو سويتش 1-2 هذا. اللي الآن أنا عارضة لكم. أيوه. وسبلاتون. ايوه. ماريو تنس حلو اللي هو موجود الان امامك. هذه الفيتنس بوكسينج، وهذه لعبه جدا 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 تطلب فتنس عالي. كلها يعني فيها حركه. اي نعم بقوسات، بس تحط يد يمين ويد يسار.
يد يمين ويد يسار، ولازم الحركة الجسم تكون مطابقة لحركة أي الرياضة. تذكرت قد شفت لها إعلان يقول لك لازم تهز وانت واقف، تخيل يا ماجد. مظبوط مظبوط. وتلعب لعبة البوكسينج لا تحط بس يدينك وتعطي لكمات، لا يقول لك هز جسمك وانت واقف كأنك محمد علي كلاي كذا يعني. لأنه محاكاة كاملة. أبوك في الجنة، لأنه نفس جهاز السويتش فيه الإيموشن الجسم بدقة عالية، فهو يأخذ منك تفاصيل الحركة خصوصا لنفس يعني الآن أنت جاي تلعب بوكسينج حتضرب بيدك اليمين، لو تحرك يدك اليسار ما يضرب بيدك اليمين، لا لازم فعلا تضرب بيدك اليمين. لو لما اللعبة نفسها تعطيك أنه أنت أضرب باليد اليمين وتضرب باليد اليسار ما يتحرك معك. والله لا، هذا المحاكاة جدا جميلة. انت لما تضرب بيدك بخفيف يعني تكون اللكمة بشكل خفيف، فهو يحاكي مستوى اليد، يحاكي مستوى الجسم. حتى اذكر لعبت واحدة من الالعاب صيد السمك، على قد ما انت في قوة يدك تسوي باليد، على قد ما السنارة تروح، لو حركتها شوي السنارة بتطيح عندك، يعني ما راح تروح بعيد. حنا لو عندنا فاصل يا ماجد. طيب بنطلع على فاصل وبنرجع نتكلم معك على الألعاب المميزة مثل زلدا وكذا، تذكرها إذا تسمح لنا. عطنا يعني شويتين فاصل مستمعينا وراجعين لكم. دبل كليك. وصلك آخر خبر؟ هنجر ستيشن يوصل لك من كنتاكي بخصم 50% لكل العملاء وحصرياً من فلتر نفهمك ونضبطك. اطلب الحين. اغتنم فرصة تخفيضات مفروشات العمر واللي تصل حتى 50% على أحدث موديلات 2021 في معارضنا والموقع الإلكتروني. مفروشات العمر لراحتك. يا اخي لو سمحت بغالي عطر، ايش رايك تجرب عطر الليمون الأخضر مع رذاذ الفلفل الأحمر؟ وش هذا برياني؟ ريح بالك من الفلسفة، دخون يجيبها لك من الآخر. رصد، متابعة، تحليل، آخر الأخبار والمستجدات لأسواق المال والأعمال العربية والعالمية من الأحد للخميس في مواجيز ونشرات مباشر يو، من الافتتاح وحتى جرس الإغلاق. مباشر يو. مباشر يو. هلو، اهلا بك في العالم الرقمي لإذاعة يو اف ام. اولا لا، تويتر كل جديد وحصري، انستغرام كواليس الإذاعة، سناب شات حكاياتنا اليومية، يوتيوب برامج وتغطيات على يو اف ام راديو. لاقونا في عالمنا UFM، رياضة أكثر. UFM رياضة أكثر. دبل كليك. دبل كليك. ورجعنا لكم الآن، وأرجع أذكر في برنامج دبل كليك اليوم مستضيفين سلطان الشهيل مدير نينتندو السعودية، وكان يورينا قبل شوي بعض الألعاب وورانا تجربة للعب في نينتندو، كانت ماريو كارت، طبعا لعبة سيارات سباقات، وهذه طبعا من أشهر الألعاب. واللي يميز النينتندو سويتش أنه إذا اشتريت الجهاز تقدر تشتري يدات زيادة إلى 8 يدات، إلى 8 يدات، يعني يقدر 8 لاعبين يلعبون بجهاز واحد، وهذا الجهاز تشبكه على التلفزيون وهو نفسه كمبيوتر العائلة لكن موديل 2020، يعني ما هو موديل 1980، تذكرون عاد الله على الماريو كده. فحياك الله ثاني مرة أخي سلطان. الله يحييك أخوي طارق. نبي نتكلم عن أهم الألعاب طبعا
سواء من ناحية اللي يحبون مراحل أو من ناحية اللي يحبون رول بلاينج أو الار بي جي يسمونها الألعاب اللي ما لها نهاية. وش من أهم الألعاب اللي يكون عليها طلب عالي وممتع أيضا؟ طبعا بس الآن العرض موجود الاتصال بالفيديو. أي موجود صورة. موجود واضح. طيب طبعا أول عشان نبدأ إحنا في الحديث عن ألعاب نينتندو لازم في البداية نتكلم عن The Legend of Zelda. أوه زلدا كانت أفضل لعبة في العالم. أيوة بوب في الجنة. Game of the World 2017. أي. طبعا اللعبة هذه يعني إلى الآن مبيعاتها جدا 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 عالية. طبعا تعتبر المركز الرابع. مبيعاتها إلى الآن بلغت 21 مليون ما شاء الله نسخة. أي. حول العالم. أي. طبعا اللعبة فيها مغامرات يعني اللعبة بشكل كبير. المغامرات اللي فيها جدا 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 ممتعة وتاخذ من الوقت الأمانة يعني. دائما تلاقي أغلب الفانز حقين نينتندو ختموا اللعبة خصوصا في أيام الجائحة. احنا لما نتكلم عن ماريو ميكر. أي. اللي هي سوبر ماريو ميكر. ماريو اللي يبني هو أبوك في الجنة. أيوه. طبعا احنا لما نتكلم عن كمبيوتر عائلة وسويتش هو نفس الصيغة في محاكاة العائلة. في الربط بين العائلة انه انت تقدر تلعب انت وعائلتك من لاعبين الى 8 لاعبين يعني انت تقدر تلعب انت والابناء مع الاهل مع الاصدقاء وفيها تحدي فيها متعة. واضافة الى ذلك يعني انت اخوي طارق لما تشوف العاب نينتندو دائما غالبا ما تلاقي عندنا لعبة فيها دموية. لا يعني هي كلها استمتاع وضحك وناسة وحتى الضرب فيها يعني أذكر حتى ماريو أقوى مسدس يطلع كور هذا الدموي يطلع موية أو يطلع موية. أي. طبعا هذا اللي هو ماريو ميكر. بس أيضا ترى مع أنه ما فيه ألعاب دموية بنفس الوقت الألعاب فيها تصنيف بعد. ايوه دائما وابدا اخوي طارق يعني. نعم. احنا دائما وابدا ونحب اشكر من هذا المنبر الهيئة الاعلام المرئي والمسموع اللي هم جي كام على ما يقدمونه في خدمة المجتمع السعودي من خلال تصنيف الالعاب. يعني كمثال وانا اخوك اللعبة هذه تطلع بعد فحص من اخواننا في هيئة الاعلام المرئي والمسموع بالتصنيف العمري هذا لثلاث سنوات بمعنى. أيوة. أنه اللعبة هذه أنت تقدر تشتريها من 3 سنوات لابنك أو لأحد من أهلك إذا كان يتعدى سن 3 سنوات. اللعبة مثلا لما نشوف زلدا تصنيفها العمري 7 سنوات. لما نشوف الآن سوبر سماش. أي. التصنيف العمري 12 سنة فما دون 12 سنة ما ينبغي أنه يعني يجرب اللعبة هذه. ممكن حتى لو ما مختلف. ايوه ممكن هو ما يستوعبها يعني ما فيها عنف لكن طفل 3 سنوات ما راح يفهم المراحل او الاشياء المطلوبه منه المهام وكذا او الحوارات والكونفرسيشن في اللعبه الا اذا تعدى 7 سنوات مثلا حسب التصنيف. صحيح. شوف اخوي طارق دائما وابدا يعني بنسبه تقريبا ممكن 95% دائما الالعاب الدمويه تلاقيها بلس 16. ايوه فهي اللي تكون فيها العاب دمويه. فمثلا مثل ما قلت لك الان سوبر سماش يعني طبعا سوبر سماش غني عن التعريف. سوبر سماش مبيعاتها حول العالم الى الان وصلت طبعا احنا نتكلم بدون 2021 الى 2020 واصله حوالي تقريبا 22 مليون نسخه حول العالم. سوبر سماش. نعم. غني عن التعريف. سوبر سماش أغلب البطولات العالمية تلاقيها تتركز على اللعبة هذه. رائع جدا. وبرضو أتحدث عن إحنا هنا عندنا في المنطقة سوينا تقريبا يمكن حدود 3 مسابقات أو 4 مسابقات ومسابقات كانت عالمية. وكانوا مشاركين فيها من جميع أنحاء العالم. ما شاء الله. هذه طبعا يعني كانت في كون
اي نعم طبعا هذه كانت بدعم من هيئة الترفيه من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وأيضا كان الفائز فيها شخص من اليابان. فكانت لعبة عالم يعني كانت والله هناك يلعبون لعب والله هناك والله حتى اللي عندنا ترى اللي عندنا والله مو بسيطين والله اي فعلا في عندنا شباب، وانا استضفت احد اللاعبين ما شاء الله ماخذ بطولة فورتنايت على الشرق الاوسط، شاب سعودي وعمره كذا 16-17 ما شاء الله، ويعني الله يوفقهم صراحة. لعبة فيفا احنا ماخذين المركز الاول على العالم صحيح. نعم ماخذ الاول عالم عالميا. نتكلم عن سوبر سماش سوبر ماريو بارتي. اي بارتي هذه عاد هي حق مرة متعة الحركة. اي نعم هذه اللعبة انا مني يعني وجيزك يا اخ طارق لما تلعبها يوميا ربع ساعة انه ما تروح النادي. لا ومو بس كذا تلعب جيم. ايوه ومو بس كذا هذه ينفع يلعبها اثنين وزيادة لانه فيها منافسة. هذه اللعبة إلى 4 لاعبين وجميع الألعاب اللي فيها حركية وجميع الألعاب اللي فيها تحدي. أقول لك داخلها ألعاب واجد، أنا ما خلصتها إلى الآن، ما جربت كل الألعاب اللي فيها من كثرها ما شاء الله فيها طبعا بس إنه يجمع نقاط، كل واحد من اللي فيكم هو اللي يجمع النقاط. ايوه هي عباره عن تقريبا يمكن انت تحدد تقريبا يمكن 4 أو 5 مراحل مثلا لما نتكلم عن 4 بلايرز وفي فري بلاي. انا دائما احب الفري بلاي اني اختار واحده من المراحل اللي تطلع لي، ظهري هي تطلع 100 مرحله او 200 مرحله قدامك واختر انت منها. طيب صحيح. وهي ميزتها انه كالسباق، يعني مثلا انت اخفقت في المرحله هذه امامك فرصه تعويض في المرحله اللي بعدها. اي هذه المنافسه في النهايه. ايوه فانت في النهايه بايبوك في الجنه. هذا ما يخلق روح المنافسه في الالعاب، وخصوصا انه حركيه. يعني انا مثلا الان لما العب مع الابناء احنا 3-4 تلاقي انت بعد 10 دقائق من 5 مراحل تلاقي انه انت يعني سويت جهد بدني وانت قاعد تستمتع مره. هذا احلى شيء. طب وش الجهاز الاصفر اللي ورا والرصاصي دول وش اللي طالع هذه في يجيك فيها؟ خلني بس نتكلم عن اخر لعبه يلا. اللي هو بيبر ماريو. ايوه بيبر ماريو طبعا يعني غني عن التعريف. احنا خلينا نخلص تكلمنا كثير في الالعاب، طبعا احنا الان نتكلم عن اللعبه اللي جت وقت اثناء الحجر وحققت الرقم الثاني في مبيعات نينتندو. بيبر ماريو وش هي هذه؟ اللي هي انيمال كروسنج. اي هي لعبه فرديه. المبيعات حقت انيمال كروسنج طبعا اصدارها كان في شهر مارس 2020 الى الان. اي نعم الى الان 32 مليون نسخه تم بيعها من خلال اللعبه هذه. وش فكرتها هذه اللعبة هذه؟ هي بناء مراحل أنت اللي تبني. أي نعم وهي لعبة فردية. الجهاز هذا هو طبعا فيه لعبة وتم أيضا إصدار سبيشال إديشن من الجهاز نفس الخلفية أو نفس الطابع حق اللعبة من داخل اللعبة. هذه سيموليتر. عندنا خيارين اللعبة. أي هذه نعم. سيموليتر. اي نعم. حلو يعني كانها حياه افتراضيه ابوك في الجنه. فانت الان موجود عندك الجهاز من داخل الجهاز اللعبه وايضا فيه اللعبه لحالها. يعني انت لما تكون مقتني لجهاز نينتندو سويتش اللي هو الجهاز العادي اللي نفترض اللي هو هذا اللي يعني سبق وشرحت للاخوان اللي يتابعونا عن طريق البث الجهاز هذا هو هذا جهاز نينتندو الاساس اللي هو نينتندو سويتش. اي وجاي باصدار جديد طبعا. اغلب الالعاب اللي تكون قويه ينزل الجهاز اصدارها، كمثال سوبر سماش في جهاز النينتندو سويتش بسوبر سماش وفي دانس ماريو وماريو صح. ايوه اي نعم ما انسى اخوي طارق يعني احنا من خلال الان يعني يعني أنا أنصحه بشدة في لعبة اللي هي جاست دانس.
لعبة جاست دانس طبعا لعبة قريبة من الواقع بشكل عالي جدا 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 للنساء وللرجال. طبعا اللعبة يعني عبارة اللعبة يعني عن تسهيل الحياة في عالم الجيم. يعني أنا خلي الشخص سواء اللي محب للرقص يسوي الرقصة اللي هو يحبها نفس الوقت من خلال جيم زي الايروبيك تمارين وكذا فيها تجي في الجنة. اي نعم. وغير كذا انت يعني نفترض انه الان مثلا اي رقصة في فيديو كليب وانت حاب الاغنية هذه انت تقدر تسوي داونلود في نفس اللعبة وتجلس ترقص بس يعطيك اياها كأنها تمرين. صحيح كأنها تمرين وياخذ تفاصيل ادق التفاصيل في حركة الجسم ونهاية الأغنية يعطيك تقييم انت وش الحركات أيوة. اللي أيوة. ضبطتها أيوة. وش اللي ما ضبطتها أيوة. مو انه بس انه انا بقعد وارقص لا انه انت لما تطبق لما تلعب اللعبة على الأغنية نفسها على الفيديو كليب نفسه ثلاث او اربع مرات تلاقي نفسك اتقنت الرقصة طيب نفس الوقت مقدمة في 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 لعبة حلو طبعا هذه الأجهزة اللي هي سويتش طبعا هذا الجهاز اللي هو إصدار بوكيمون هذا نينتندو لايت هذه لايت هذا إصدار أنا تكلمت عنه كخبر سابقا نعم بس الحين أشوفه والظاهر إنه ما تنفك شاشته يعني هو جهاز ما تنفك شاشته هذا يعني عشان نسهلها الإخوان المستمعين هذا بيبي سويتش لايت هو أي نعم لكن يفتح نفس الألعاب وكل شيء نفس الألعاب اللي موجودة على جهاز نينتندو سويتش برضو تقدر تلعبها على نينتندو لايت نينتندو لايت اللي يفرق عن نينتندو سويتش انه ما في شاشة ما تنفصل او اليد ابوك في الجنة وانت ما تقدر تلعبها على نفس ما بتسلم عليه الدوك هذيك اللي تنحط على التلفزيون صح لانه انت ما تقدر تفك اليدين شلون بتلعب بالتلفزيون صحيح 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 طيب فهذا هو الـ يعني الفارق في جهاز نينتندو سويتش عن جهاز نينتندو لايت لا بصراحه شيء ممتع بس لا ونقطه مهمه يعني ولا اقطع كلامك طبعا ولله الحمد الجهاز نينتندو سويتش حقق نجاحات فقط الجهاز النسخه الـ النورمال ايوه الأحمر أي البكرتون أحمر أي طبعا هو متى تم إصداره في شهر مارش 2017 السنة اللي خذت فيها زلدة أفضل لعبة أي إلى الآن طبعا إحنا نتكلم إلى نهاية 2020 الربع الأخير تم بيع 80 مليون جهاز حول العالم ما شاء الله إحنا نتكلم عن 80 مليون جهاز تم بيعه حول العالم هو الحين هو اصبح من اوائل اي من اوائل اجهزه الكونسول في اللعب بس اذا اذا تسمح لي بس عندنا فاصل قصير جدا وبنرجع لك يلا هلا دبل كليك جربتي عطر همس من نخبه العود تفضلي بزيارتك لأحد فروعنا المنتشرة في السعودية ودول الخليج أو من خلال متجرنا الإلكتروني oddelite.com قبل تبدأ في الجيم وحصص اللياقة وقبل تبدأ التمرين والانطلاقة تعال أحكي لك عن عرض بيجدد لك الطاقة مقدم من نسيل النحل العرض عبارة عن نصف كيلو سدر دوحني فاخر بالإضافة إلى نصف كيلو من عسل المجر الأبيض فقط ب290 ريال شامل الضريبة والتوصيل للطلب واتساب 0592518744 أو من خلال المتجر الإلكتروني نسيل النحل ودائما نقول القوة والصحة والرشاقة مع عرض جيم ولياقة يا اخي لو سمحت ابغى لي عطر ايش رايك تجرب عطر الليمون الاخضر مع رذاذ الفلفل الاحمر وشو هذا برياني ريح بالك من الفلسفه دخون يجيبها لك من الآخر أغني لك سوري سوري؟ إيه حلو عطنا سوري خلنا نشوف
غريبا ناس غريبا. وانت يا اخوي ترى انت على فكره اشكالك ما تعجبني يا اخوي. ابغى اكلم نايف يا حبيبي. غلطان انت داق على مستشفى انت. والله ما ادري الحين قبل شوي انا قاعد اتسمع يا اخي حركته في الشاشه والله قصيده فنانه. معك نايف يا حبيبي انت على الهواء. خاف الله خاف الله. والله فضايح تعجبك الفضايح. يا اخي انت ما تخاف الله. يقول يلا انت ولا من كان يصدق. طرت شرطه طرت. لا تتحداني لا مثل الصبيه في الغواني ما تشوف ناشرات الفل والنيش اليماني. التحدي مع نايف العبد الله من الأحد للخميس من 8 وحتى 9 مساء. يوتيوب برامج وتغطيات على يو اف ام راديو. واحد وتسعين فاصلة سبعة الجبيل وحفر الباطن. يلا ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومعنا سلطان الشهيل مدير نينتندو السعودية. بقى عندنا عاد الحين يا سلطان نتكلم عن سعر الجهاز وسعر النينتندو سويتش نفسه ونينتندو سويتش اللايت نايت وأماكن يعني الشراء. طبعا أخوي طارق السعر الجهاز اللي هو نينتندو سويتش لما نتكلم على الاس ار بي 1725 with VAT. طبعا اللايت سعره الرسمي اللي هو 1199. جميل هذا مع الضريبة. اي نعم مع الضريبة المضافة. طبعا اغلب دائما البنادل اللي تكون موجودة تلاقيها مع لعبتين مع 3 ألعاب فتكون اوفر في السعر وتكون يعني اكثر توفير بالنسبة. اي نعم حتكون فيها توفير اعلى للمشتري. طبعا البندل اللي يجي كذا كأنه باكيج كامل او عرض يكون لعبتين مع الجهاز لعبتين. اي نعم ويجي يمكن بالفين او ميتين او شيء. نعم لا يكون تقريبا بحدود 1999. طيب لايت ايضا كذلك يجي معاه العاب. طبعا انا احد الاخوان الان يعني تواصل معاي في خصوص اللعبة هذه ونحب يعني اذا ما عندكم مشكلة نقدم جهاز للمتابعين عندكم. ليش لا؟ ساعة مباركة إن شاء الله الأسبوع الجاي نسوي سحب عليها. ليش أبد لا؟ الأسبوع الجاي يصير سحب على نينتندو سويتش وعلى نينتندو لايت. يلا ليش لا؟ ولا هو يستاهلونكم ولا هو بحق يستاهلون المستمعين. طيب طبعا احنا لما أماكن التوفر أيوة أي أيوة. قنوات المبيعات عندنا طبعا احنا حنتكلم يعني على المصادر اللي هي الأعلى اللي هو مكتبة جرير. نعم. STC. أيوة. إكسترا. نعم. طوكيو جيم. ساكو. فهو متواجد يعني في أغلب محال الألعاب. نعم. أيوة. وإضافة إلى ذلك اللي هي المحلات بيع الفيديو جيم. آه جميل جدا. فيعطيك العافية سلطان استمتعنا. وان شاء الله عاد الاسبوع الجاي. لا بالعكس والله انا عندي بس هالجهاز اللي بتكلم عنه اللي هو جيم ان واتش فودي بعد تكمل تتابع معنا على الحساب الاذاعه وتشوف هذا الجهاز اللي بنتكلم عنه. اخوي طارق في لعبه من اقوى الالعاب واخر لعبه تم اصدارها من خلال نينتندو اللي هي لعبه سوبر ماريو 3 دي وورلد. هذه اللعبة اللي حيكون فيها ريفيو من خلالك وأتمنى أنه يكون إن شاء الله
التقييم اللي تعطيه للعبة يكون إن شاء الله أول شيء نتمنى أنها تنال إعجابك إن شاء الله. ليش لا، ومنتظرين قراءتك للعبة هذه. يعطيك العافية أخوي سلطان مدير نينتندو، حياك الله. الله يسعدك. طيب خلوني أتكلم عن هذا الجهاز الصغير. هذا بعد جهاز ممكن اللي يدخلون على التويتر يشوفونه، اسمه جيم أن ووتش زي ما تشوفون، في شاشة ألوان. هذا بس الجهاز مطلعينه إصدار خاص لعشاق سوبر ماريو، يعني اللي يعشق سوبر ماريو فقط هو اللي يعني يلعب هذا الجهاز. طبعا جاي معه شاحن USB تايب سي، وهذا هو الجهاز. يذكركم في إيش اللي تابعنا في من شو اسمه من البريسكوب، ماجد قام يضحك، نفس اليد نفس يد العائلة. شوف اسمع الصوت، هذه تكفي موسيقى شو اسمه سوبر ماريو. حاطين فيه تقريبا 3 ألعاب لسوبر ماريو فقط لعشاق سوبر ماريو، ويو اس بي تايب سي من الاسفل. وين هذا يو اس بي تايب سي، وعندنا الازرار الاي والبي هذه نفس تذكرون اليد القديمه حقت كمبيوتر العائله، نفسها بس حطوا فيها شاشه ومع الموسيقى. يعني يقول لك منزلين بس اصدار خاص لعشاق نينتندو سويتش. عموما يمدينا نقول أهم الأخبار ولا خلصنا؟ عندنا من أهم الأخبار الآن أيضا نوبيا تعلن رسميا عن هواتف الألعاب ريد ماجيك 6 بمعدل تحديث 165 هيرتز لشاشتها. وأيضا ظهور هاتف ريلمي جي تي بمعالج سناب دراجون 888. تقرير يقول أن نينتندو تخطط لإطلاق سويتش يدعم محتوى 4K. أتوقع انتهت وقت الحلقة، كان ودنا نطول معكم، استمتعنا اليوم، وإن شاء الله لقانا يتجدد كل جمعة 4 عصرا. هذه أطيب تحية، كنت معكم أنا طارق الجاسر، وكونوا دائما بخير وسلامة في أمان الله. الدنيا هذه معلومة حلوة تيجي مفهومة، دبل كليك دبل كليك طريقة سهلة ومرسومة.